هلا بيستخدم سلاح الثقيل دبابات 72 والراجمات. فهلا نحن مثل ما شايفين قدامنا بناء باكمله الدمار، حي باكمله ما في حدا بداخله، الاهالي كلها عم تتهجوا، عم تترك احياء ممتلكاتها خوفا من قصف العشوائي، خوفا على واحد. هاي النظام الاسدي اللي عم يستخدم جميع انواع الاسلحه الثقيله مشان يعيش مدينه حمص بالرعب والخوف والدمار. ما هي دي أزقة أحياء مدينة حمص الأسرية اللي بإمكاننا نعيش فيها الأطفال المصابين.